تعبية الكرتون الناس فيها علوم الناس والديرة. يا سلام أبو سليمان نزلناك عند دوار حصن حتى الساعة 9 الصبح وينا نترياك هني قدام الشعبية وانت بسلامتك واصل تو إذا شو يعني تراني ينبوني نقص الزنقل علي عند البداير ورانا بطولة أولمبيات الشعبيات العربية وانت تقول نقص علي الزنقل يا أخي انتو متى بتحسون بالمسؤولية خلاص أنا ما بدربك النجومية يبالها رايل وتعب وتفريخ أقصد وتفريخ ومجهود مبذول والتضحيات خو ما بكل من دب وهب يستوي نجم اسأل مكلمك بيقولك بسليمان امش عن هالبامباكي خلي يكمل لين بيتهم ماشي خلاص خلاص يا كوتش والله العظيم آخر مرة انبوني آخر مرة وابو يا ريلي دخل دخل الرنج ريلي دخل دخل الرنج يعني الرباط الصليبي وابو يا ابويا سر حط لي القواطي مرة ثانية اتخبرك انا تشيه تحيدني هشتغل عندك انهي حطم انت وهب تقول لي ودي ثاني ابويا ابويا هاي تقوله هناك في البيت هني تقول لي يا كوتش سمعت مني ان شاء الله كوتش وبعدين لا يكون مصدق عمرك تراه الا بطولة عربية كم مرة فزت فيها قبل ازاي شو تباني اسوي انا هباك تطور مستواك يا مهير هباك تاخذ ميدالية لأولمبية عالمية خيب عالمية مرة واحدة أجي تراك ماخذ 10 بطولات خليجية قبل خلاص وسبع بطولات عربية وميداليتين في آسيا خبرني شو قاصر انك عشان تفوز للأولمبيات العالمية والحين مسير اجيب لك اياه يا ماما حسبي الله على بليسك ما بغيت تدعم الا البطل وهو يتمرن انت شو انت كور جالسين نجهز لبطولة الشعبيات العربية وانت دعمته وكسرته وابوي عليك وابوي اي بطل هذا شكل دليفري مال دكان تراك ما تعرف تميز النجوم مسكين كل يوم يتمرن علشان يفوز بميدالية ذهبية عالمية وانت اتي بارد مبرد وتدعمه يا اخي متى بتقدرون النجوم هذا نجم عداليا ميسي يعني لازم يكون لاعب كرة قدم ها ولا مطرب ولا ممثل علشان تعتبرونه نجم اسفين يا ابوي عندك هاي 2000 درهم سير صلحه افيه شو مالك انت شو صلحني بعد والله ادوني عليه استهدى بالله يا حنفي يا ودع سابق خوف